السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نشرتنا إخبارية مفصلة، أهلا بكم. أهلا بكم، ونبدأها بأبرز العناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا غدا ابتداء من الساعة 4 زوالا على الموقعين الإلكترونيين للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والفضاء المخصص للأولياء. تسهيلات وإجراءات تنظيمية محكمة وارتياح لدى المسافرين من تونس وإلى الجزائر عبر مختلف المعابر الحدودية البرية. وفي النشرة رصد حي ومباشر للأجواء والانطباعات من البلدين. الأفواج الأولى لحجاج الجزائر الميامين تصل أرض الوطن بعد إتمام نسك الركن الخامس للإسلام في أجواء إيمانية ووسط استعراض الإمكانيات المسخرة لإنجاح موسم الحج 2022. ضخ 25,000 متر مكعب من الماء يومياً بعد إعادة تشغيل جزئي لمحطة تحلية مياه البحر بسوق 3 بتلمسان بخبرة وطنية لتقنيين من مجمع سوناطراك والمجمع الجزائري للطاقة. أهلا بكم. بداية تعلم وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 يوم غد السبت 16 جويلية 2022 ابتداء من الساعة 4 مساء بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz مجانا وعن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث موبيليس أوريدو جيزي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز نجمة 567 دياس. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان عبر فضاء الأولياء ثروة.education.gov.dz. وإذ تتقدم وزارة التربية الوطنية بالشكر الجزيل والامتنان والعرفان لكل أفراد الجماعة التربوية من تربويين وإداريين وعمال وشركاء اجتماعيين من ممثلي أولياء التلاميذ ونقابات تشيد بالدور الفعال والأداء المميز والمجهودات المبذولة من طرف أجهزة ومصالح ومؤسسات الدولة لاسيما دوائر الوزارية والأسلاك الأمنية وكل المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاح هذه الدورة، شاكرين أيضا مؤسسة اتصالات الجزائر ومتعاملي الهاتف النقال الثلاثة على إسهامهم في إعلان النتائج. إلى أجواء الارتياح وإجراءات التنظيم المحكمة في أول يوم على المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس بعد القرار المشترك الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة الرئيس التونسي قيس سعيد والقاضي باستئناف النشاط عبر الحدود البرية مع الشقيقة تونس المغلقة منذ سنتين أمام التدفقات البشرية في الاتجاهين بسبب الجائحة، حيث كانت مقتصرة على نقل البضائع، تسهيلات وآليات مستحدثة لضمان العبور السلس والسيولة المرورية من وإلى الجزائر. من العبديش. بعد أكثر من سنتين من توقف تنقل المسافرين بمختلف المعابر الحدودية البرية الجزائرية التونسية بسبب فيروس كورونا، ها هي اليوم تستعيد حركيتها وسط ارتياح تام من طرف المسافرين الجزائريين والتونسيين على حد سواء. بارك الله فيهم، كاين بزاف فاسيليتي بارابور الجندرم الله يعطيهم الصحة، لا بوليس، كاع الإجراءات مسهلين هنا دعاء أزيد. الله يا خويا صلي على النبي، في إجراءات ما شاء الله، ما ثماش تعطلات، أمورنا واضحة، توحشناكم وتوحشتونا، هذه الفايدة. فرحنا بالقدا، جا انا واحد من الناس ما رقدتش البارح، قاعد نستنى وقتاش يجي الصباح. الحمد لله مسهلين لنا فيها، دخلنا ما عطلوناش بيان، بربي ان شاء الله مليحه. انا سائح تونسي جيت للشقيقه الجزائر، كل شيء مليح،
سهلونا الإجراءات الكل فيسع فيسع. استحداث نظام مراقبة حدودية بيومترية وأكشاك مراقبة متنقلة وكذا ممرات خاصة بالمرضى وكبار السن، إجراءات وأخرى اتخذت من طرف السلطات لضمان السير الحسن لعملية استئناف تنقل المسافرين من الجانبين، تسهيلا لمرور المسافرين. أولا إمكانية استخراج سند العبور الإلكتروني الـ OTPD، أيضا كذلك إمكانية استخراج تصريح بالعملة الإلكتروني. المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا الحدث الهام. من أهم هذه الإجراءات التسهيلية وضع أكشاك المراقبة الحدودية المتنقلة، وذلك لتسهيل عملية إتمام الإجراءات الشرطية للمسافر على متن مركبته. الإجراءات اللازمة هي أولاً لابد يكون عنده دفتر صحي صالح أي أقل من 9 أشهر، إذا كان الشخص لا يتوفر على التلقيح تاع 9 أشهر لابد له تحاليل تاع PCR، هذا PCR يكون تحليل أقل من 72 ساعة. إعادة فتح الحدود البرية بين الشقيقتين الجزائر وتونس خطوة هامة تعكس عمق العلاقات بينهما وسعي الطرفين لتوطيدها أكثر. ولرصد الأجواء مباشرة عبر مختلف المعابر الحدودية نربط الاتصال مع مراسلينا زملائنا زكريا تهامي من معبر أم الطبول بولاية الطارف، ابتسام بجاوي من معبر الحدادة بسوقهراس، ومحمد سنوسي عياض من معبر دائرة الطالب العربي بولاية الوادي. والبداية من المعبر الحدودي أم طبول بالطارف حيث يتواجد زميل زكريا تهامي. زكريا، هل لك أن تنقل لنا الأجواء هناك؟ زكريا، زكريا هل تسمعني؟ نعود بعدها إلى زكريا. إليك أسامة. طيب، نمر الآن إلى الزميل محمد سنوسي عياض والمتواجد بدائرة الطالب العربي بولاية الواد. طيب، تابعنا انسيابية وتسهيلات كبيرة ربما انعكست على الحركة المرورية من وإلى الجزائر على الجانبين، كيف هي الأوضاع هناك الآن؟ الزملاء في العاصمة، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا النقل المباشر المتواصل منذ الساعات الصباح الأولى هنا بالمعبر الحدودي الطالب العربي بولاية الوادي. هذا المعبر الذي يعتبر صرحا اقتصاديا وسياحيا وثقافيا بامتياز يأتي في إطار نظرة استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية هنا بولاية الوادي. إذن منذ تواجدنا هذا الصباح انسيابية في حركة تنقل المسافرين في على الجانبين، سواء الجانب التونسي من الإخوة التونسيين أو الجانب الجزائري. إجراءات احترازية لاحظناها منذ تواجدنا هنا هذا الصباح في إطار مكافحة كورونا وسيرورة اعتيادية للمواطنين في تنقلهم سواء للوافدين أو للمغادرين للتراب الوطني. كنا معكم منذ الصباح في نقل مباشر متواصل منذ انطلاق عملية تنقل المسافرين وفتح الحدود إلى غاية هذه الساعات. عودة إليكم الزملاء بالعاصمة. شكرا جزيلا لك الزميل محمد سنوسي عياض، كنت معنا من دائرة الطالب العربي بولاية الواد. إلى سوقهراس الآن. وهو كذلك، إذن إلى سوقهراس وتحديدا من المعبر أو معبر الحدادة الحدودي يلتحق بنا أو تلتحق بنا زميلة ابتسام بجاوي. ابتسام، ماذا عن الأجواء والانطباعات هناك في أول يوم بعد قرار فتح الحدود البرية بين البلدين؟ أول يوم من فتح الحدود البرية بين البلدين على مستوى المعبر الحدودي البري الحدادة بولاية سوقهراس كان ناجحا بكل المقاييس، ناجحا من حيث التنظيم حيث تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية كبيرة جدا من أجل تسهيل وفادة العابرين لهذا المعبر الحدودي من البلدين، ناجحا أيضا من حيث الاستقبال
حيث تم استقبال كل المسافرين من وإلى الجزائر وتونس في ظروف جيدة، تكفلت بهم مختلف المصالح الولائية والمصالح المتخصصة من جمارك، درك وطني، أمن وطني، حماية مدنية، ناجحا أيضا من حيث احترام مقاييس أو المعايير الصحية على مستوى هذا المعبر الحدودي، والذي خصصت له فرقة طبية متخصصة سهرت على احترام الدقيق لكل المعايير الصحية التي تم الاتفاق عليها. المهم في هذا اليوم أنه تم بنجاح كبير، بنظام كبير، في هدوء، ويمكن أن نقول أن البلدين نجحا في افتتاح المعابر الحدودية، وهذا ما وقفنا عليه منذ الساعات الأولى هنا على مستوى معبر الحدادة البري الحدودي بولاية سقهراس. شكرا لك ابتسام على كل هذه التفاصيل، وإليك أسامة. إذن مشاهدينا الآن وغير بعيد عن الحدود الشرقية ومن مطار قسنطينة الدولي يصل أول فوج من حجاجنا الميامين قادمين من مطار جدة بعد إتمام نسك الركن الخامس من الإسلام. هم 258 حاجا وحاجة يدعون للجزائر بالأمن والأمان والنماء. عمر طوال. بعد أدائهم لمناسك الحج في ظروف جيدة، وصلت الدفعة الأولى من حجاج الميامين والتي تتكون من 258 حاج وحاجة إلى مطار قسنطينة، وكلهم فرحة بأداء الركن الخامس والعودة إلى أرض الوطن سالمين غانمين. الحمد لله قمنا بالمناسك تاعنا، وكانت في كانوا الناس اللي راحوا معنا قايمين. الحمد لله يا ربي، الحمد لله كي روحنا على خير وخير. الحمد لله يا رب، الحمد لله استقبلونا في أحسن استقبال، عاملونا أحسن معاملة، الحمد لله كما كانت البداية كما كانت النهاية. ربي يغفر لنا ذنوبنا، وربي يستر بلادنا من كل كيد، وربي يصلح أول أمارتنا البطانة الصالحة لخدمة الإسلام والمسلمين. ويعني عقبنا يعني حجة يعني رائعة السنة، ما فيها حتى مشكل لا في النقل ولا في الإيواء ولا في مهما في المطار، ولا ما عندنا حتى إشكال إن شاء الله. يحميكم يحمي شعب الجزائر كامل، وحج مبرور إن شاء الله يعافي إن شاء الله. على مستوى مطار قسنطينة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل الإجراءات وتوفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج. 258 حاج كان في استقبالها السلطات المحلية وممثل عن الديوان الوطني للحج والعمرة. قال حجاجنا لقوا كل التسهيلات على مستوى المطار ومرت العملية بسلاسة. هي الرحلة الأولى من بين 16 رحلة مبرمجة من مطار جدة إلى مطار قسنطينة، والتي ستتوالى خلال الأيام القادمة. وإلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة وصلت اليوم أربع رحلات تقل 429 حاجا من حجاج الجزائر الميامين. التلفزيون الجزائري رصد الأجواء مع وصول أول الرحلات اليومية. إدريس عزيزي. فرحة الحجاج بالعودة إلى أرض الوطن كانت تملأ المكان بعد أدائهم المناسك في أفضل الظروف. البعثة كانت قائمة بالواجب تاعها على أكثر ما كنا نتوقعه. المخيمات ربما لأول مرة بالمبردات في ميناء، سواء في ميناء أو في عرفات. التوجيهات كانوا اللي يمرض من الحاجيج واللي يتعب ولا تحق حاجة كانوا قائمين المنظمين، الحمد لله. نشكر السلطات الجزائرية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية على المجهودات اللي قاموا بها، ما شاء الله تبارك الرحمن، والله كانت نظام ما شاء الله. الحمد لله، يعني كان تنظيم جيد جدا الحمد لله، هنا وفي الجزائر وفي السعودية. حرارة اللقاء بين الحجاج وذويهم فاقت الحرارة الموسمية. الرحلة طاحتنا بالجمعة ووقوف بالجمعة والحمد لله، نعمة كبيرة.
كما رأيتم أجهزة الكاميرات الحرارية والكمامات وكل الأمور متوفرة، وإن شاء الله ستتوالى رحلات العودة إلى يوم 2 أوت. عودة هذه المشاهد عن حركية الحجيج في المطارات بعد الظروف التي فرضتها جائحة كورونا لموسمين هي فأل خير علينا للتخلص من ضغوط الجائحة الصحية. في اليوم الوطني للطفل، ولأن براعم اليوم هم سواعد ومعاول البناء والتشييد غدا، تتضافر الجهود من أجل ترقية إمكانات الطفل وصقل قدراته عبر نشاطات ومسابقات تكشف المواهب والميولات. من سطيف بعث لنا السعيد بلوميس. عندما يتوفر المناخ والفضاء يبدع الطفل الجزائري في مختلف التعابير الفنية والمساحات الفكرية والرياضية لمؤهلاته الفطرية التي جاءت الترسانة القانونية لحمايته وتنشئته، فيبدع ويتألق براعم اليوم أغصان الغد. النادي تاعنا هو نادي ندرس فيه علم الفلك، تعلمت حوايج بزاف لانه يعني يستقطب هذا الشباب الفتي، يعني تعلمنا حوايج بزاف، درنا عمليه الرصد، درنا عده مشاريع، الحمد لله يعني استفدت بزاف. كاين الرسم على زوجات، كاين الرسم، كاين علم الفلك، كاين البيئه والصوربان، نقدر نستعمل هذه الحرفه في حياتي في المستقبل. اليوم الوطني للطفولة بسطيف فرصة لإبراز جهود الدولة في توفير شروط الرعاية والعناية بإجراءات غير مسبوقة. الاستثمار في الفرد هو رأس مال الأمم بجيل متشبع بماضيه النير، واثق من مستقبله، واع بمسؤولياته، محصن بانتمائه، مستشرف لمستقبله. ومن خنشلة أنشطة فنية وترفيهية ورياضية ومسابقات وورشات تكوينية ميزت الاحتفاء باليوم الوطني للطفل. سفيان عجرود. الطفولة جيل كله نشاط وحيوية في يومهم الوطني بولاية خنشلة، نشاطات وورشات ترفيهية تبرز مدى أهمية هذه الشريحة. أتمنى عيد سعيد لكل الأطفال تحية الجزائر. حسب عيد الطفولة أشكر زميل الأطفال لعيد الطفولة تحية الجزائر. اليوم شاركنا في مسابقة عارضة الأزياء للبس أفضل زي. أدي تحية لكافة أطفال أنحاء الجزائر وخاصة ولاية خنشلة، وقلت تحية الجزائر. تهاني إلى جميع أطفال العالم عامة والجزائر خاصة. بمناسبة عيد الطفولة أتمنى عيد سعيد لكل أطفال الجزائر. عيد سعيد لكل أطفال الجزائر وتحية الجزائر، ليعيشوا بسلام وتحية الجزائر. مثل هذه الورشات والنشاطات من شأنها تكوين وتعليم الطفل الجزائري جيل المستقبل، ليكون درعا قويا يساهم ويعمل للنهوض بالوطن في شتى المجالات. هذه المسابقة تهدف إلى زرع الروح الوطنية في أطفال ولاية خنشلة، وكذلك لإعطاء الزي الوطني بعده العالمي، حتى يقتني الأطفال وتقتني الشباب وتقتني الأمهات ألوان الزي الوطني وعلمنا الوطني. حب الوطن من خلال تاريخه العريق وموروثه الثري، ليكون الطفل الجزائري منبرا يعول عليه يحمل رسالة الشهداء وكل من ضحى من أجل أن تحيا الجزائر شامخة بين الأمم. في التنمية، وبعد إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر لسوق ثلاث بولاية تلمسان بخبرة وسواعد محلية لتقنيين من مجمع سوناطراك وشركة الجزائرية للطاقة، سيستفيد الساكن من ضخ 25 ألف متر مكعب من الماء يوميا. التفاصيل نتابعها مع عبد الجبار بن يحيى. هذه محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء دائرة باب العسى بتلمسان، تعود اليوم إلى الخدمة بفضل الكفاءات الجزائرية التي استطاعت إعادة التشغيل الجزئي لهذه المحطة المتوقفة تقنيا منذ 3 سنوات. تمكننا في ظرف قياسي وجيز في إعادة تأهيل المحطة، وذلك بتضافر جهود جميع عمال المحطة، ضف إلى ذلك مساندة الشركة الجزائرية للطاقة IOC
وكذا مجمع سونطرا. قامت الشركة الجزائرية للطاقة AOC بصفتها مساهم رئيسي في هذه مؤسسة المشروع للقيام بتعبئة مجموعة من الكفاءات من مهندسين جزائريين. تضخ محطة تحلية مياه البحر ما يكفي سكان ولاية تلمسان من الماء الشروب، على أن تصل الطاقة الإنتاجية لتموين ولاية سيدي بالعباس. واليوم الحمد لله بفضل الله رانا شغلنا، استطعنا تشغيل 8 وحدات في المرحلة الأولى ووحدتين في المرحلة الثانية بطاقة إنتاج 25,000 متر مكعب في اليوم. في فترة وجيزة جدا وبإمكانيات محدودة تمكنت هذه المحطة بفضل عمالها بإعادة تشغيلها. نغتنم هذه الفرصة لإدلاء الشكر للمدير الرئيس مدير العام سوناطراك ورئيس مدير عام الجزائرية للطاقة AOC للمساندة والدعم الذي قدمه لنا في هذه المرحلة. سواعد وجهود هذه الكفاءات تتمكن اليوم من إطلاق عمليات الإنتاج من الماء الصالح للشرب بقدرة إنتاجية تفوق 50 مليون وحدة بيع سنوياً. أطلق مجمع بيوكير وحدة إنتاج خاصة بالأنسولين التي سيشرع في تسويقها نهاية شهر سبتمبر المقبل بعد استكمال كل الإجراءات. الوحدة التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر جهزت بأحدث التقنيات ضماناً لجودة المنتوج. من العبديش. قطاع الصناعة الصيدلانية تدعم هذه المرة بوحدة لإنتاج الأنسولين تعد الأولى من نوعها في الجزائر، من المواد الأولية حتى المنتوج النهائي بالجودة العالمية. في وحدة التصنيع هذه حرص تام على احترام المعايير الدولية في إنتاج الأنسولين، تسهر على تطبيقها كفاءات جزائرية 100%. الأنسولين لازم لها بزاف يوتيليتيز اللي هما الووتر فور انجكشن فور اكزامبل، الماء اللي نستعملوه لتحضير الانسولين، ماشي فقط تحضير الانسولين، تحضير الانسولين وغسل الادوات المستعمله في الصناعه الصيدلانيه. اليد العامله اللي هي 100% جزائريه، وقاموا بتربص هذه اليد العامله في الخارج، وهم اللي صنعوا اول مستحضر، يعني مستحضر يعني هام للدوله الجزائريه. قطاع الصناعة الصيدلانية وبفضل مرافقة ودعم السلطات للمستثمرين فيها حقق نتائج إيجابية ودخل مرحلة التحول التكنولوجي في إنتاج أدوية السرطان وأدوية السكري، ما سيعمل على خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير. في وضع آخر وفي زيارة روحية لمريدي الطريقة التيجانية بدولة السنغال، حيث وصل أمس الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم الشيخ علي بالعرابي التيجاني، وقد خص باستقبال من قبل الرئيس السنغالي السيد ماكي سال. مراسل التلفزيون حمسة بالعيب. استقبال مهيب يليق بمقام الجزائر والخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم. بهذه الحفاوة استقبل الرئيس السنغالي ماكي سال الخليفة العام للطريقة التيجانية. فجينا الإخواننا هنا في السنغال باش إن شاء الله ندعوهم إلى المحبة إلى التآخي إلى التراحم فيما بينهم لتأليف الغلوب إلى ستر العيوب إلى إن شاء الله يبعدوا نزغة الشيطان، لأنه ربي خلقوا عدو والعدو حذرنا منه. عمق العلاقة بين الشعب السنغالي وعاصمة الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي تجلت حتى في طبيعة الهدايا المتبادلة بين الرئيس السنغالي والخليفة العام. الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم كان قد خص أيضا باستقبال البهيج من مريدي ومحبي الطريقة التيجانية ومقرها العالمي بعين ماضي. وبين حس المواطنة والمحافظة على البيئة والمحيط يبرز مواطن من البويرة تمكن من تحويل مفرغة المعمورة إلى حديقة تزين المحيط وتستقطب الزوار. محمد عياشي.
مكان كان مكبا للنفايات، اليوم أصبح فضاء ينبض بالحياة، يستقطب الزوار من مختلف المناطق المجاورة لبلدية المعمورة. رمضان وفريق عمله بذلوا جهدا لغرس ما لا يقل عن 3000 شجرة واستعمال الرسكلة لاستحداث فضاء في مدة لا تقل عن 10 سنوات. الوقت اللي دخلت لهذه المفرغه صح كما قلت كانت عباره عن سياج، هكذا ما كان والو، لا شجره لا نباتات لا والو. بالشغل المعاونه تاع الرفقاء تاعي بالمفرغه، زيد لانه الاداره تاع المؤسسه دارت ثقه فيا وامنت بالقدرات اللي عندي، اصبحت توفر لي المواد الاوليه توفرها للمؤسسه، باقي من ريكيبيراسيون من شغل واش تريكيبيري تعاود تستغلها هنا نخدموا بها، سواء طوابل سواء اي امور اكتوبيا هنا كلها من اعاده الرسكاله. وصلنا حتى وين درنا لهم بتي ماناج هكذا، عاد ولادهم يجوا يلعبوا ماناج، ولا الجمعيات يجوا يقول لك يطوموندو طوابل كبار باش يريحوا يعني انصومبل هكذا 40 30 طفل. حبينا شغل نبينوا بلي الجزائري يقدر يخدم، كي توفر له الظروف الماديه المعنويه يقدر يخدم، ويقدر حتى انه مفرغه عموميه يحولها لحديقه. الطلب تاعنا تعبيد الطريق، طريق 4 كيلو ما با، ان شاء الله السيد الوالي راه وعد، يعني المصادر اللي راه توصلنا والاخبار اللي وصلتنا انه وعد باش يتكفل بالطريق هذه في اقرب الاجل ان شاء الله. الجمعيات الخيرية أيضا تستغل المكان لنشاطاتها الترفيهية التي تغرس القيم النبيلة في أجيال المستقبل. حبينا نديروا نشاط للأطفال بمناسبة اليوم الوطني للطفل، خيرنا هذا المكان لأنه مكان رائع، فيه قيمة بيئية، فيه قيمة إنسانية، بحكم أنه متنفس طبيعي، كيجيب الأولاد يستراحوا، بداو يخدموا في الديكور بشويه بشويه، قدموا لنا هذا الطبيعه الخلابه. Je viens de Paris et c'est la première fois que je viens ici. Je trouve l'endroit super joli. راني فرحان بزاف ثاني مره نجي لهنا. هنا دوك راهم دايرين نرسموا وراه عجبنا بزاف الحال. لهنا بزاف الشباب الحال عجبنا. احنا خيرنا المنطقه هذه باسكو الناس راهي تجيها منا ومنا، حبينا احنا نجيو هنا نقدموا اضافه باش الناس باش نجذبوا السياح للبلاصه هذه. فضاء يعكس روح المبادرة وقوة الإرادة في زرع الأمل والمساهمة بفعالية في المحافظة على البيئة والمحيط خدمة للوطن. الجزائر كبيرة باسمها وبتاريخها وبمعالمها التي تروي في كل مكان من أرضها تعاقب حضارات مرت عليها. نقف اليوم بالحمامات العثمانية بوهران، صرح تاريخي ومعلم أثري شيد على يد الباي بوشلاغم سنة 1708. خير أبو طالب. الحمامات العثمانية بسيد الهواري، صرح أثري ومعلم تاريخي شيد سنة 1708 على يد الباي بوشلاغم الذي حكم وهران، والذي يحتوي على 3 غرف ترتكز على أعمدة وأقواس وكذا مقصورات شديدة الحرارة. حمام تركي تأسس في 1708 بار الباي بوشلاغم بن يوسف المصراتي، اللي كان دارها ان ارام يعني سبيسيال مور اللي هو والزوجه نتاعو، فيها عده اقسام، يا بلوزيير نورمال، لا سال تاع السخونه وين يريحوا. En 1830 في 1831 دونك لي فرونسي كونتي سون تاريفي ايزون كونستروي بناو لوبيتال بودانس. Et en même temps, au lieu de bâcher Khalou, Hammam, parce que Fihelma, donc ils ont installé un lavoir. Darul Maxilat, Maxilat, Tal-Tiab, Tal-Kash, Tal-Edra, etc. اهتمت جمعية صحة سيد الهواري بترميم هذه المعالم القيمة التي تعتبر جزءا كبيرا من تاريخ الباهية وهران للتعريف به. أعجبني كثير بهذه المعالم الأثرية اللي تسخر بها وهران، ولا سيما هذا المكان اللي هو مكان حمامات الأتراك، فهو حقيقة يدل على أن في وهران هناك عدة حقبات تاريخية مرت من هنا. كاين بزاف المناسبات، بزاف ليغي توريستيك، بزاف الفرص باش الناس تتعرف على الآثار المعمارية القديمة لوهران. هكا الزوار اللي جو يتسنى لهم أنهم يكتشفوا كل تاريخ منطقة وهران. هذا الصرح التاريخي يعتبر وجهة سياحية لاستقطاب الراغبين في اكتشاف معالم الباهية وهران.
أسامة، إذا قلت يا الورقة سأقول الحراز وأقول البارح وأقول المكتوب ووحداني غريب، وبذكرى أيقونة الأغنية الشعبية المجدد والمبدع الذي مازج بين القصيدة والأغنية القصيرة، إنه الراحل الهاشمي قروابي. الصوت، الحضور والأداء، هشام سعدودي. ما بين المرادية بالوزداد والقصبة، المولد والنشأة والبحث عن المشيخة، ذلك الفتى الأنيق الموهوب الذي تشبع بثقافة الثورة والتمرد والعنفوان، ترك معشوقته الأولى كرة القدم وسعى باحثا عن الجمال والحب في الفن والغناء. مير الغرام حرق حشايا وكنان، شرب لي كيسان من سموم بلا حتى حرم قوتي والنوم جفاني. الوجهة كانت التمثيل المسرحي والكوميديا الغنائية في عديد الأعمال الجميلة، ثم التقرب من شيوخ الشعب الكاردينال حاج العنقا والشيخ حسيسن وأقربهم إلى قلبه والأكثر تأثرا به الحاج مرزق، غير أن شخصيته القوية والعنيدة مزيج بين نعومة أبناء الحي الشعبي وشجاعتهم، تلك الشخصية دفعته إلى الجرأة على تقاليد التعامل مع المشيخة، فغامر وتحدى كل منتقديه ومعارضي أسلوبه التجديدي. لم تنتهي سنوات الستينيات حتى كان للفصايح أسلوبه الخاص. قروابي أصبح يمتلك اسما بعد تسجيل أغاني الشيخ مرزق كالقهوة ولاتاي، كيفاش حيلتي، ويوم الجمعة خرجوا الريان. الجمعة خرجوا ريام طعنوني من ضيق الثام. الشيخ قروابي لم يلتفت للمعارضين وانطلق نحو النجاح، داعمه الأكبر هذه المرة كان العملاق محبوباتي الذي صنع نجوميته بعد أن ألف ولحن له روائع كثيرة، أشهرها ألو ألو، شمس الباردة، نفسي وأنا مولاها، وأشهرهم البارح كان في عمري 20. البارح شط البحور وبواجي كان الغرام انتهياجي نصرف الشعور الصفراء ونلقى بالفريق. عندليب الشعبي كان شغوفا بالتراث الموسيقي الجزائري وصاحب اطلاع واسع على إرث سيدي الخضر بن خلوف وبن مسايب وغيرهما، كان عبقريا عندما استطاع أن ينقل الطبع العروبي المتصل بالأغنية الأندلسية إلى طبع الشعبي مع إجادة الآداء لمختلف الأنواع الموسيقية. الشيخ الهاشمي قروابي بفضل شخصيته وموهبته استطاع أن يزاحم نجومية مشيخة الشعبي الكبار، فصنع لنفسه اسما وأسلوبا وفنا وصل إلى العالمية. أغاني تحولت إلى تراث لا يفنى. أكيد، رحم الله أيقونة الفن الشعبي. إلى التذكير بالعناوين. الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا غدا ابتداء من الساعة 4 زوالا على الموقعين الإلكترونيين للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والفضاء المخصص للأولياء. تسهيلات وإجراءات تنظيمية محكمة وارتياح لدى المسافرين من تونس وإلى الجزائر عبر مختلف المعابر الحدودية البرية. وفي النشرة رصدنا على المباشر الأجواء والانطباعات من البلدين. الأفواج الأولى لحجاج الجزائر الميامين تصل أرض الوطن بعد إتمام نسك الركن الخامس للإسلام،
في أجواء إيمانية ووسط استحسان لجميع الإمكانات المسخرة لإنجاح موسم الحج 2022. ضخ 25,000 متر مكعب من الماء يومياً بعد إعادة تشغيل جزئي لمحطة تحلية مياه البحر بسوق 3 بتلمسان، بخبرة وطنية لتقنيين من مجمع سونطراك والمجمع الجزائري للطاقة. نشرتنا تمت، شكراً لكم على المتابعة، في أمان الله. قبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمكم، سلام عليكم.